موكب المحتسب. ايه يا سعيد يا جيل؟ انت لسه هنا؟ ايوه، ماني بنتظر مولاي المحتسب. خير يا سعيد؟ مولاي ياسيني بركات. انا لقيت الرساله دي مربوطه في رجل حمامه، وجعت جريحه في جبل المقطم. رساله خطيره، خطيره جدا يا مولاي. وايه خطورتها؟ بتبين ان في عدد من امراء المماليك بيشتغلوا جواسيس لبني عثمان. وريني. ايه ده؟ الحبر بهتان والكلام ما يتريش. انا اقراها لك يا مولاي. بص، الامير خير بيه وجان بوردي الغزالي ويونس القاضي. الختم مش واضح. ايوه، لكن يا مولاي ما لكنش يا سعيد. عايزني اتهم ثلاثة من اكبر امراء المماليك في مصر بناء على ورقة زي دي؟ ده كلام يا راجل. ايوه يا مولاي، بس الورقة واضحة قوي، الاسامي حاطنتك فيها. طيب يا سعيد، طيب سيب لنا الموضوع ده وانا هتصرف فيه. تبعت لكبير بصاصين دمشق اساله عن تاريخ حياه تاجر اسمه محمد الحموي. امرك. وساله كمان عن جاريه كانت بتشتغل عنده اسمها شمير. امرك. لكن تهمنا في ايه البيانات دي؟ انت تعلمت تسال رؤسائك عن السبب لما يدوك اوامر؟ اسف. رسالة شخصية مولانا السلطان. السلطان بيقول الدقة مطلوبة في تنفيذ التعليمات. السلطان يؤمر واحنا نطيع. اجتماع سري في قصر السلطان بسرياقوس. يا ترى ايه السبب؟ اكيد في شيء غير عادي. مولاي السلطان، على الله ما يكونش حد شافك وانت جاي. انا زكريا بن راضي يا مولاي. زكريا بن راضي، هي دي المشكله يا زكريا. مشكلتي يا مولاي؟ مشكلتي معاك. معايا انا مش فاهم حاجه. افهمك، عارف ايه دي؟ رساله. عارف من مين؟ لا يعلم الغيب الا الله يا مولاي. من الشاه اسماعيل الصفوي في العراق. يا ترى فيها حاجه تتعلق بيا؟ وما تتعلقش بغيرك. اسمح لي مولاي اعرف مضمونها. مضمونها ان في جواسيس لبني عثمان في جميع انحاء السلطنه. حتى في قصري في جواسيس لبني عثمان. عشان كده انا قررت تكون كل اجتماعاتي الهامه بعيد عن القصر، واولها الاجتماع ده. ما قالش اسامي يا مولاي؟ للاسف انه ما ذكرش ولا اسم. ايه رايك يا حضره الشهاب الاعظم؟ رايي يا مولاي ان الكلام ده ما فيهوش جديد. ايه يا مولاي؟ احنا على خلاف مع الدوله العثمانيه، خلاف قد ينتهي باننا ندخل عليهم بلدهم ونهد السلطنه العثمانيه على دماغهم. فلازم نبقى عارفين انهم مش معقول هيحطوا ايديهم على خدهم لغايه ما ندخل عليهم بجيشنا وناخد بلادهم وهم قاعدين يتفرجوا. أكيد برضه هما بيفكروا وبيعملوا زي ما بنعمل. وبعدين؟ اللي عايزك تتأكد منه يا مولاي إن إحنا مش نايمين. وكبير البصاصين في الدولة العثمانية ده لا يصل إلى مستوى أي بصاص متواضع عندنا في أي مدينة من مدن مصر أو الشام. المسألة مش مسألة كلام يا سي زكريا. لا فعل يا مولاي. اثبت لي. بلا فخر يا مولاي. احنا عندنا فرقة من البصاصين الشداد في القسطنطينية نفسها. رجالتنا في كل مكان، حوالين السلطان، بين الأمراء، جوه الجيش العثماني نفسه، مفيش دبة نملة بتحصل هناك بعيدة عن سمعي وبصري. وهي فين بقى المعلومات دي؟ موجودة. تكون عندي فورا. بعد ساعة واحدة يا مولاي، تكون جاهزة للاطلاع عليها في قصري. في قصرك؟ مولاي دي معلومات ما يجيبش حد يشوفها غيرنا احنا الاتنين. دي اسرار عليا.
مفهوم مفهوم. طب اسمع زكريا، انا عاوزك تعمل لي تقرير مفصل عن الجيش العثماني، عاوز اعرف عدده وتسليحه ومهاره جنده وقيادته ونظامه، عايز اعرف كل شيء عنه. الليله يا مولاي يكون عندك على جناح الطير. لا انت نفسك تجيبهولي بكره الصبح. الامير ماماي حالته صعبه قوي، في منتهى العصبيه، قاعد بيكسر كل شيء قدامه، قاعد بيجعر ويقول الحقوني. بقاله قد ايه؟ من المغرب واحنا دلوقتي في نص الليل. لا كده بقى يستحق ان انا اروح له. عبود الحقوني هتخنق. الله تصرخ كده ليه يا راجل؟ ما تشد حيلك امال. المغص الامساك هتخنق. الله الله ده انا كنت فاكرك شديد. مش هموت مش هموت الا هموتك انت الاول عشان ما تاخدش درهم واحد من فلوس. دخل سيفك، مش بركات اللي يستخدم السيف علشان يحقق اغراضه. شوفوا شوفوا لي حكيم حكيم استريح من المغص والامساك ده. هتخنق هتخنق. عايز تعيش يا ماماي؟ تعرف رغم ان دلوقتي بس ممكن احقق اللي انا عايزه، الا اني مش هضغط عليك علشان تقول كلمه واحده. انا هساعدك مرسي. مولاي اديله سلامك واعمل له حاله. من النهارده يا مرسي الجدع ده تحط له سلامكة في الاكل بدون ما يضرى، والاكل يبقى كله خضروات وممنوع القهوه. امرك مولاي. ممنوع كمان يغير هدومه او يخش الحمام او حتى يستحمى. مولاي انا عمري ما شفت تعذيب بالشكل ده. ولا حتشوف الحاجات دي، ما يعملهاش في العصر المملوكي الا واحد بس. مولاي الزيني بركات. بعد التقرير ده زكريا اقدر ابعت الجيش لتاديب بني عثمان وانا مطمن. على فين يا شيخ سعيد؟ رايح للشيخ ابو سعود الجرح. طب ما تاخدني معاك مره. بلاش النهارده. ليه؟ في قلبي هموم الدنيا، بدي افضفض لوحدنا. ابقى ادخل لوحدك وخلينا انا بره، قول له كل اللي عندك. اصل انا عايز اعرف ايه حكايه المرادين بتوع الشيخ، وعايز اعرف ايه سر تاثيره الغريب عليهم، يمكن ابقى منهم. اذا كنت مصمم تعال. من كان غريبا عنا فليخرج. مفيش حد غريب يا مولانا، دول كلهم تلاميذك. مفيش غير انا يا مولانا، وانا عايز اجرب منكم في طريقكم لله. طريقنا لا يقترب منه الا اهله، وانا اريد ان اكون من اهله. اهل هذا الطريق لابد ان يخلو قلوبهم من كل ما عدا الله. وانا يا مولانا ما فيش في قلبي غير. لا تكمل، اذهب عنا يا رجل. بتطردني يا مولانا؟ القلب يقرا ما لا تراه العيون. شفاه. اذهب عنا يا رجل، وقل لسيدك لا اتي الى الشيخ ابو السعود الا من كان سيده هو الله. عهدي بك دائما يا مولانا ألين من الحرير، فلما كنت خشنا؟ احذر هذا الرجل، فليس في قلبه نور،
ولكن دعك منه، يكفي ما شغله من وقتنا. لماذا جئتنا؟ جئت أشكو لك الجواسيس يا مولانا، أكبر ناس في البلد بيتجسسوا عليها. لولا أني نزعت الدنيا من قلبي. هل أفهم أن أمور البلد ما عادتش تشغلك؟ كان بودي لو أن أمور الأرض لا تشوش علي. لكن حين يتعلق الأمر بالوطن لا أملك إلا أن أنشغل به. أخبرني يا مولاي، ماذا أفعل؟ تكمش النار. ماذا تقصد؟ قل للناس يا ولدي، ولن يكون هذا هينا بالنسبة لك، إلا أنه ليس أمامك من بديل. كل ما أوصيك به هو الحذر. أبوح بوح، والضمائر ماتت، والكل لا يشغله إلا نفسه. بوح يا سعيد، اهمس في قلوب زملائك في الأزهر، أيقظهم. إنه طريق شاق يا ولدي، لكن ليس أمامك من بديل. فليساعدني الله. عامل ايه النهارده؟ في أسوأ حال يا مولاي، زي ما هتشوفه دلوقتي، ما عادش في جسمه نقطة مية واحدة، أسبوع وهو السلامكة دبحاه. ونفسيته؟ في الأرض. عدم النظافة والريحة والهدوم اللي تقرف مخليين نفسيته صعبة. افتح الباب. أمرك يا مولاي. ازيك يا ماماي؟ اشتاق. عايز مني ايه؟ انت عارف انا عايز ايه؟ نجوم السماء اقرب لك من نفسي. فلوسي. انا لو عايز اقررك بمكان الفلوس دلوقتي اقدر، بس انا حديلك فرصة تانية بمزاجي. عارف ليه؟ لان احب اشوف الناس العنادية اللي زيك لما يغيروا رأيهم ويقرروا يسيبوا العناد. كنت فين يا مصر؟ كنت بشرف على تدريب الكلاب الجديدة. فكرة الكلاب دي ممتازة. شفتها فين مولاي؟ الكلاب اللي ترعب وما تعضش، والكلاب اللي ممكن تاكل بني آدم بإشارة واحدة. مش كل حاجة لازم تشوفها الأول وبعدين تقلدها. البصاص العظيم هو اللي يعمل الحاجة للمرة الأولى ويسجلها باسمه في التاريخ. أعترف مولاي إن كل اللي شفته في كفة وإنت لوحدك في كفة. سيبك من الكلام ده، أنا عايزك علشان سبب تاني. سبب إيه؟ ماماي. ماله؟ عايزك تحطه في القبو اللي تحت القصر من غير ما يدخله شعاع نور واحد ولا حتى من فتحة المفتاح. بسيطة. وابقى دخله من تحت عقب الباب تعبانين تلاتة بعد ما اترم لهم سنانهم علشان يحس بالفزع طول الوقت. أمرك. ومن النهاردة مفيش أكل، حط له بس زمزمية فيها شوية مية. مش كتير مولاي. بس الناس العنادية دول ما ينفعش معاهم الحنية. مولاي مولاي. في ايه؟ ست وسيلة ولدت؟ لا بتولد. شاميليا شاميليا، تعالى هنا. رايح فين؟ اشوف ابني وهو بيتولد واشيله من ايديا. لا لا بلاش نقول ده. عينيا مش قادر افتح، مش قادر افتح. عامل ايه دلوقتي يا ماما؟ هقول لكم على كل حاجة، هدلكم على كل حاجة، بس سيبوني كده ومن غير عناد. اكتبوا اللي حاولوا خلصوني. مرسي مولاي، اكتب اللي هيقول لك عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة أصلي لله من سنين طويلة. الصلاة بتدي إحساس غريب بالراحة. دلوقتي بقى أسميه بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. الله اسم جميل ياسين. البشارة يا سيدي الناس. اللي جاب لك يخلي لك يا مولاي. خد إلهي يخليهولك ويطرح لك البركة فيه ويطعمك ما يحرمك يا سيدي الناس. خد انت كمان. ربنا يخليك وينصرك على مين يعاديك ويجعله وش السعد عليك. رايح فين؟ سيبها دايما تعبانة. طيب أنا في الجنينة. خليكوا جنبها. حاضر. ازاي نواجه العثمانيين والخيانة بين صفوفنا؟ ازاي الجيش يقدر يواجههم وفي امر عملاء ليهم؟ مين هم الامراء دول يا سعيد؟ انت تعرفهم؟ اعرفهم واحد واحد. اساميهم ايه؟ خير بيه وجان بردي الغزالي ويونس القاضي. وعرفتهم ازاي يا شيخ سعيد؟ هحكي لكم. زكريا. وين؟ هيكون من غيري. جاي ليه دلوقتي؟ دي كلام عايز اقوله لك. كلام ايه؟ قولي الاول. مبسوط؟ طبعا. طب بلاش تنبسط قوي. ساتر يا رب. ليه؟ الغم جاي في الطريق. غم ايه بس؟ الله يغمك. الله يسامحك. الله يسامحك. الغم جاي في الطريق. الغم جاي في الطريق. ساتر يا رب. بتطلع منين الست دي؟ تظهر فجأة وتختفي فجأة. وحيدة اللي ماليش سيطرة عليها. أنا ساعات بشك إذا كانت موجودة بجد ولا موجودة بس في خيالي لوحدي. لما بتظهر بتقول بلاوي ويا ريتها كانت واضحة. استر يا رب. شيخ سعيد. خير يا ابو سباع. عايز اتحدث معاك في كلمتين. في حاجه اقول. انت عارف يا سعيد انا بحبك قد ايه. عشان كده يا صاحبي عايز اقول لك الكلمتين دول. كلمتين ايه؟ حكايه الجواسيس اللي بتتكلم عليها دي خطر، ممكن تسبب لك مشاكل ملهاش حد. عارف. ومهمكش. هو بعد البلد يفضل الواحد مننا ايه؟ اسمع الكلام يا صاحبي، المماليك مش هينين واللي بتجيب سيرتهم دول امراء. اسمع الكلام انت يا صاحبي وبلاش تكسر مجاديفي. ها؟ انا يا اخويا اكسر مجاديفك؟ الله يسامحك. واه هتتجمس ولا ايه؟ لو كنت مريت باللي مريت بيه ما كنتش قلت لي كلمه زي دي. قصدك ايه؟ لو ان الكلام بيجدد المواجع، لكن هحكي لك وامري لله. لما كنت في قوس كنت الفارس اللي ملهش زيي. كنت لما انزل مرماح الخيل مفيش فارس يقدر يسبقني، ولما العب بالعصا مفيش واحد يقدر يوقف قدامي. كان في مملوك جارنا عند ارض، ياما ظلم ناس، ما كانش في حد قادر يوقف قصاده. وفي يوم وزع عجلة يحود على أرضنا، رجالة العيلة بتاعتنا ما سكتوش وبقت حرب لحد ما جه المولد. المملوك حب ينزل قصاد رجالة العيلة مرماح الخيل ويلعب بالعصا عشان يكسر نفسهم، وبدأ النزال. المملوك كان شديد، محدش من رجالة العيلة قدر يوقف قصاده، واتلمت الخلق من كل ناحية يشوف اللي جرى. المملوك عمل ما بداله، بقيت رقبتنا زي السمس وسط الخلق. قلت لنفسي لو
لو اتكسرنا وسط الناس المملوك بعد كده محدش هيقدر يوقف قصاده واصل، ومش هتقوم لنا قومه. وركبت الفرس، ما كانتش المعركه سهله. المماليك صعب عليهم اللي حصل لسيدهم، كانت معركة ما يصدقهاش عقل. ايه اللي جرى بعد كده؟ بدأوا الناس يسعوا في الصلح، لكن المملوك كان ليه طلب مرضيش يتنازل عنا، ان هم للبلد وامشي. وسبتها وجيت هنا في الازهر اكمل تعليمي بدل جوز. يعني انت كمان مكوي بنارهم؟ عشان كده يا اخوي بنصحك. ولو اني نصحتك غالية علي، كلامك على راسي، لكن ما قدرش يا اخوي، ما قدرش. هاني شفت الورقه بعناية دي، ومستحيل اشوف مصر بتتباع قدام عناية وافضل ساكت. ما قدرش، ما قدرش. مولاي، مفاجاه. مفاجاه ايه؟ الشهاب زكريا شخصيا جاي يزورك بنفسه. بتقول ايه؟ اهلا بالشهاب الاعظم. اهلا يا مولاي. تفضل. خير يا زكريا؟ الحقيقه يا مولاي انا جاي لك في امر مهم، بس ما حبيتش اعمله الا لما اخد رايك الاول. امر ايه؟ سعيد الجهني. ماله؟ لازم اقبض عليه فورا. بتقول ايه؟ تقبض على سعيد الجهني؟ ازاي الكلام ده؟ بصراحه كلامه كتر قوي، بيخوض في سيره امراء المماليك، بيشيع ان خير بيك وجان بورد الغزالي ويونس القاضي بيتجسسوا لحساب العثمانيين. وماله؟ خليه يقول. خليه يقول ازاي يا حضره الزيني؟ لما الكلام ده ينتشر نضغط بيه على الامراء ونكتب انفاسه. لا 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 لا، انت عارف يا مولاي انا مش من سياستي ابدا الضغط على الناس الابرياء. قول لي يا زكريا، هم الامراء دول صحيح جواسيس؟ هقول يا مولاي، حد يصدق كلام زي ده على كبار امراء المماليك؟ يعني انت بتنفي التهمه عنهم ولا مش متاكد؟ بنفيها بالتاكيد. كده مرسي. مولاي، في ايه يا حضرة المحتسب؟ لا في حاجة كده كنت عايز اخد رأيك فيها. مفيش فايدة فيه، مفاجآته ما بتنتهيش ابدا، اكيد ورا حاجة. مولاي، تعرف الرسالة دي فيها ايه يا زكريا؟ العلم عند الله. أسمعك اللي فيها. من كبير البصاصين في الدولة العثمانية إلى خاير بيك، وصلتنا المعلومات التي أرسلتها أنت وجان بورد الغزالي ويونس القاضي. مطلوب معلومات أكثر عن عدد المماليك والسلاح الذي في الزردخانة السلطانية، والمكافأة ستصلكم مع رسولنا. ايه ده يا حضرة المحتسب؟ مين اللي جاب لك الكلام ده علشان يشوه سمعة امرائنا؟ الرسالة دي مدسوسة. وايه رأيك في الختم ده؟ مش ده ختم كبير بصاص الدولة العثمانية؟ ولا انا دلوقتي ما بقتش اشوف كويس؟ يا مولاي، الأختام دي مش شغلانة. صناع الأختام مالين شوارع القاهرة، ويقدروا يعملوا لك أي ختم باسم أي مخلوق في أي لحظة. طب لما تكون الرسالة دي مربوطة في رجل فرد حمام، والحمامة دي لقوها مصابة واقعة فوق جبل المقطم، تفتكر برضو ممكن تكون جاية من شوارع القاهرة؟ سعيد الجهيني، يعجبني ذكائك. عموما إذا كنت مش عايزنا نقبض على سعيد، خلاص نسيبه. قول لي يا زكريا، في بصاصين وجواسيس لبني عثمان في مصر فعلا؟ جواسيس؟ تأكد يا مولاي ان انا لو عندي معلومات عن اي واحد فيهم لا يمكن اعتقه.
انت عارف اخلاص يا مولاي. هو انا عاجبني فيك الا الاخلاص؟ استاذن انا، ما لسه بدري. مولاي وصل الشهاب زكريا لحد الباب. تفضل يا حضرة الشهاب. شكرا. دلوقتي مفيش ولا طير يقدر يتحرك جوه القصر من غير اذن مننا. على كل حال لحد دلوقتي مفيش شكوى. المهم فات عينيك، مش عايز فرصة واحدة لأي تسلل. أمرك يا حضرة الشهاب. موضوع تجسس الأمراء ده زي الشوك. اللي مش قادر أفهمه هو موقف الزيني بركات. طب أنا وحاسبها عامل حساب يوم جايز واحد من الجواسيس دول يبقى حاكم مصر لصالح العثمانيين. أو مفيش حاجة مستحيلة في الزمان ده. لكن موقف الزيني بركات إيه؟ معقول يكون حاسبها زيي؟ أصعب شيء إن الواحد يشتغل مع راجل غامض. طب ليه ما يكونش هو نفسه جاسوس لبني عثمان؟ منك لله يا بركات لخبطت لي كل حساباتي. هانت. سيب الخنجر يا زكريا، مفيش حد غريب. انت هيكون من غيري. عايزه ايه تاني؟ عايزه اقول لك هانت. هي ايه اللي هانت؟ الغمامه. انهي غمامه؟ اللي على عينيك. عينيا انا؟ خلاص هتروح الغمامه، هتروح وهترجع تشوف تاني. وانا اعمى يا ست انت؟ لو ما كنتش اعمى كنت شفت الحيه. حية تاني؟ عرستها بالدم. لكن معلش هانت، هانت. انا مش فاهم حاجة ابدا. بكرة تفهم، بكرة تفهم، بكرة تفهم. حسنين ودياب اختفوا، كانوا معانا من يومين وبعدين كأن الارض انشقت وبلعتهم. يعني هيكونوا راحوا فين عاد؟ ودول مش اول طلبه يختفوا. والمهم ان اللي بيتخطف ما بيرجعش، واللي بيعاود منهم بيعاود انسان تاني تايه ساكت ما ينطقش. ما تتكلم يا سعيد، ساكت ليه؟ انا شامم ريحه زكريا في الموضوع ده. صح مظبوط، هو كده تمام. متهيالي يا جماعه ان الرساله دي لياني. اللي اتخطفوا دول كانوا اكتر ناس بيتكلموا في حكايه الامراء اللي بيجسسوا لحساب بني عثمان. معنى كده يبقى الدور الجاي عليك. مش بعيد. حيلك حيلك انت وهو، استنوا حاسبه. سعيد ده مسدود من الزين بركات ذات نفسه. اسمعوا يا اخوانا، في بينا واحد دسيسه. دسيسه؟ بصاص؟ معقول؟ الحكايه مش عايزه زكاوة، لكن احنا لازم نعرفوه، لازم نخلوا بالنا لحد ما نعرفوا مين هو. وهو معقول هيكشف نفسه لحد منا؟ انا شاكك في واحد معين، مش هقول اسمه. شاكك ان هو ده العين اللي زكريا بيبص علينا بيها. يا اخوانا لا، احنا لو شكينا في بعضنا هنخسر كلاتنا، صوتنا هينخرس، مش هنفتح بقنا بكلمه واحده. وهو ده اللي هم عايزينه. لكن لا، مش هنديهم الفرصه دي ابدا. انا عارف الدور الجاي عليا انا، لكن ولو ما يهمنيش. المهم يا اخوانا انتوا لسانكم ما ينقطعش، صوتكم ما يتهزش. اسمع يا اخوانا، انا عندي فكره. بول. فكره ايه؟ قول قول. نروح للزين بركات ونشكيله. صح، هو ده الراجل الوحيد اللي نقدر نثقه فيه. وانت صاحبه يا سعيد، وهو صاحبك وعارفك. ايوه بس الراجل ما عملش حاجه في موضوع البصاصين. ها نسالوه ما عملش ليه ونعرف رده. يلا بينا نروح له. يلا بينا يلا بينا يلا. شوفوا يا جماعه، موضوع جواسيس بني عثمان ده انتهى تقريبا، والفضل بصراحه يرجع لاخوكم ابني سعيد الجهيني. يعني ايه؟ قبضتم عليهم؟ محدش اتقبض عليه. انا شايف خير بيه بعينيا من يومين. وانا شفت جان بورد الغزالي. وانا شايف يونس القاضي. يا ولاد تفهمين ان بني عثمان هبل علشان يبعتوا اسامي جواسيسهم الحقيقيه؟ الاسامي دي سيم بينهم وبين البصاصين في مصر.
إنما الجواسيس الحقيقيين ناس تانية. لكن أنا بحب أطمنكم، أنا متابع الموضوع بنفسي. كل اللي بطلبه منكم إنكم ما تسألونيش في تفاصيل أكتر. تعرفين السرية مطلوبة في الحاجات دي. كلام عظيم. وإحنا بنثق فيك يا حضرة المحتسب. كلنا بنثق فيك. تفضل دلوقتي مسألة زمايلنا اللي اتخطف. زمايلكم في رقبتي وأنا المسؤول عنهم. وزكريا هيسيبهم؟ أنا هنا المحتسب مش زكريا. وفي عهدي مش ممكن يتحبس مظلوم. لا يمكن أوافق يتسجن مخلوق لأنه قلقان على مصلحة بلده وغلط بكلمة في ساعة غضب. يا ولاد أنتوا أمل مصر، أمل السلطنة كلها، من حدود الشام للسودان. وأنا لا يمكن أسمح لمخلوق يمس الأمل ده. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! عاش الزين حبيب الطلبة! عاش الزين حبيب الطلبة! اسمعوني يا ولادي، زمايلكم في رقبتي هيكونوا معاكم في أقرب فرصة، بس ادوني فرصة أقابل زكريا واتكلم معاه وتأكدوا إنهم هيكونوا معاكم في أقرب وقت. الزيني بركات قال الكلام ده؟ وعشان كده جبت لك عمرو بنفسه وعيد الكلام قدامك. قرب هنا يا ولد. زيني بركات قال ان اسامي الامراء دي مجرد سيم. ايوه مولاي، وقال كمان انه متولي بنفسه موضوع جواسيس بني عثمان، وان الموضوع ده انتهى تقريبا. ده كلام كبير، ده معناه ان الزيني برا الامراء. تحب تسمع منه كمان موضوع الطلبه يا مولاي؟ لا لا لا، كفايه كده، ادي له مكافاه. امرك يا مولاي. ربنا يزيدك يا سيد الناس، ربنا يكرمك ويخليك ويعلي مراتبك وما يحوشك لحد ابدا. كفايه كفايه يا عم. حاضر مولاي. حضره المحتسب وصل. المحتسب؟ تعال من الناحيه دي. جاي بنفسك يا بركات؟ خليه يتفضل. مولانا الزيني بركات محتسب القاهره. اهلا اهلا بمولانا المحتسب. اهلا بالشهاب الاعظم. تفضل يا مولاي. مش قلت لك يا زكريا تغير اسلوبك في الشغل؟ عايز تقول ايه بالتحديد يا حضره المحتسب؟ مفيش فايده فيك. المهم الولاد الازهريين اللي قبضت عليهم دول تفرج عنهم. افرج عنهم؟ تقدر تقول لي قبضت عليهم ليه؟ انت عارف يا مولاي أنا مش قد الأمراء اللي كانوا بيتهموهم بالتجسس. حكاية التجسس دي كلها لعب عيال، وأنا حلتها في ثانية. أنت وعدت بحلها، لكن لسه ما حلتهاش. أنا جاتني الأخبار كاملة. أهو ده اللي أنت شاطر فيها زكريا، الأخبار. لكن أنا علشان خاطرك مش همسك الجواسيس دول إلا وأنت معايا، يمكن تتعلم. إهانات؟ لأ. من غير عصبية هتفرج عن الولاد دول ازاي؟ ده شغلي انا بقى. انا عايزك توديهم الازهر بنفسك. انت عايز المجاورين يذبحوني؟ بالعكس، المجاورين هيهتفوا لك. نعم. انا هعلمك درس يا زكريا لاخر مرة. علشان خاطر عيونك انا حاجي معاك وانت بتودي الولاد دول، يمكن تفهم وتتعلم. آسف. بلاش عناد يا زكريا. لو كنت عنيد ما كنتش قبلت أفرج عنهم من الأصل. خلاص، سلم الولاد لمرسي وأمري لله. أنا هتحمل عشان خاطرك مولاي. أنا زعلانة منك أوي. ليه؟ بقى أجيب لك ولد زي القمر وما تدينيش هدية؟ مفيش هدية تملى عيني أقدمها لك. لا في. أموري. حريتي. بس كده. أنا نايم. أنت من دلوقتي حرة يا وسيلة. ده مش كتير عليكي. أنت
اديتيني اللي عشت طول عمري احلم بيه، اللي ما فيش مخلوق غيرك الدهور. لسه ايه؟ هكافئك مكافاه على ذوقي انا. مكافاه ايه؟ مكافاه تساوي جميلك عليا. هتغنيلي؟ هرقص لك يا مولاي رقصة الحرية. هو ايه حكايته؟ كل شوية يقفل الباب ويختفي، لكن الغريب اني ما بعرفش بيروح فين. صحيح هو من حقه يخبي بعض الحاجات الخاصة، لكن لما يكون في خيانة زي الخيانة اللي بيشتكي منها المفروض انه يعرفني كل حاجة قبل ما يفكر يحاسبني. انا ساعات يتهيألي كده اني اراقبه هو شخصيا. ما هي شغلانتنا دي ما فيهاش نص نص. لكن لا لا لا، مفيش داعي، ده راجل شرس. كفاية دلوقتي إن أستمر في تجديد المراقبة على السرداب اللي تحت القصر. مين عارف، يمكن أوصل لنتيجة. يا مجاورين، الزيني بركات بره ومعاه الزملاء اللي خدهم زكريا. اسمع يا مجاورين، يا مجاورين، أيوة. الزيني بركات رجع ومعاه زمايلنا حسنين ودياب. معقولة دي؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرمنا يا شيخ سعيد. جمع إن شاء الله خير. الزيني بركات بره ومعاه الزملاء اللي خدهم زكريا. تكلم حق والله. أيوة تعال شوفه. يلا بينا.